بالفيديو السادس انا هيك على براوزر ويندو، مش بروح على الملف index.js، بنروح على البراوزر ويندو هون، هاي النافذة حط قوسين هون، حط قوسين نكتب ويتس نقطتين ألف فاصلة هاي طول نقطتين 500، بنعمل سيف شوف شو بيطلع عنا، نروح على التيرمينال ام بي ام ستارت عم يعمل ران هلا، خلاص صار عندنا النافذة هاي العرض تبعها ألف مثل ما حطيناه هون، العرض الويدز هو العرض عرض الشاشة براوزر ويندو ألف، ونهاية الطول 500، هاي زي عرضها 500 طولها 1000. لا بنكمل نحط مثلا، إذا نحط مثلا نرجع نعمل ران، بس نعمل ران نلاحظ انه فينا نحركها ريساز، بنحرك الحجم تبعه سايز تبعه فينا نحركه، نعمله هيك نكبره، بدنا نلغيها هاي الميزة كيف؟ هلا بنحط تعليمة بعد الفاصل بالاندكس دوت جي اس بعد الهايت 500 نعمل ريسايزبل نقطتين فولس، حط انه فولس بحيث انه ما نغير الحجم، نعمل سيف بنرجع بنعمل ران، اذا بدنا نغير الحجم ما فينا نغيره، حطينا ريسايزبل فولس، لازم ما عدنا اذا نغير الحجم. لازم في ميزة كمان نحطها فريم فاصل فريم نقطتين فولس، نشوف شو هي الفريم، نروح على التيرمينال نعمل npm start هذا الفريم بيظهر لي اياها من دون إشارة الاكس، كانت الشحطة تبع النافذة وضريها بهذا الشكل، حطينا لأنه فريم هون حطينا فريم فولس، لازم نفكر النافذة بس كنترول تي بعدها ننزل على الويندو، ويندو تلود يو ار ال اندكس دوت اتش تي ام ال تحتها ننسخ هذا الكود، ننسخ هذا الكود وين من عند الوين لعند اللود لعند الفريم، عند الوين لعند الفريم ننسخه هذا لهون كله من كنترول سي، حطه تحت ال index.html هي window cloud url حطه تحته control v، بنغيرها هي عواد وين حطه وين 2 تساوي new browser window width حط width 500 العرض 500 والهايت 250، resizable false frame false، نعمل comment على هدول، نعمل comment نقوم نعمل comment، هلا بنحط شي اسمه parent parent
بين وين، بس تكون الشاشة هي الوين الفوق، هذا الشاشة الأولى الويندو هي الشاشة الأب، يعني إنه الشاشة الرئيسية. حتى الوين اثنين النافذة الثانية بتاعت من الشاشة الأب اللي هي الوين واحد أو الوين. كانت حطيناها وين؟ هلا تحت البارنت وين هون؟ تحت هذا القوس حط وين؟ أو قبل ما حط وين تقوم نعمل سيف، نرجع نروح نعمل ران من npm start. بعد أظهر النافذة الثانية، هي النافذة البارنت هي النافذة الرئيسية تبعنا تبع الهيلو إلكترون، والنافذة الثانية هي الشايلد إلكترون هيلو وورد، هي النافذة الثانية، هي تعتبر نافذة ثانية. النافذة الثانية بدي أخذنا على موقع مثلا على جوجل دوت كوم، حط وين تو دوت لود يو ار ال من قوسين، حط اللينك تبع الرابط تبع الجوجل https نقطتين / www.google.com google.com. حتى بنعمل وين وين اثنين دوت لود اون، او قبل ما نعمل هي وين دوت اون نعمل سيف. هلا بنعمل ران، لازم يظهر هلا جوجل دوت كوم بالنافذة الثانية. بس اخذنا على موقع جوجل دوت كوم، فوتنا على جوجل، النافذة child ابن، فوتنا على موقع جوجل والنافذة الرئيسية هي عنا هي اللي قبلها فوق. هاد فينا نحركها هي هون، اظهر لي عبارة مثلا بالنافذة الثانية نكتب وين دوت اون قوسين، نسمي العبارة كلوزد، كلوزد فاصل، نعمل فانكشن، فانكشن نعمل هي خاصة اسمها كلوزد، نعمل كونسول دوت لوج لوب، حط وين تو واز كلوزد، نعمل سيف، نروح نعمل ران مرة تانية، ستارت. لازم نسكر النافذة تبع الجوجل، لازم نسكرها. حاسبها لي بالترمينال عبارة وين وين تو واز كلوزد، هي كونسول يعني طبعا عبارة كونسول دوت لوج وين تو واز كلوزد عن طريق الخاصية كلوزد. في عندنا كمان لازم نروح على الاندكس دوت اتش تي ام ال، نروح على الاندكس دوت اتش تي ام ال هون، نعمل هلو وورد من غير هي، نحطها مثلا هلو وورد 2، نذكر بس هي هلو وورد 2، نعمل سيف،
انشئ ملف ستايل سي اس اس، عشان نعمل سي اس اس للشاشة للويندو، نعمل سيف هون، نعمل ستايل دو سي اس اس، ستايل سي اس اس، اللي بقلب ستايل دو سي اس اس نعمل نجمة مارجن، نجمة قوسين مارجن، حط مارجن صفر، المارجن صفر، بادينج صفر، لما نعمل ديف قبل ما نعمل ديف بنرجع على index.html، بالindex.html بالبادي بنمحي هاي العبارة، الديف الديف هون بنسميه ديفايزل مثلا، منا ديفا منا سيف، نرجع على سي اس اس، نحط ديف، نعمل ستايل سي اس اس للديف، ديف اكس الاين سنتر عشان حط لي النص، العبارة هي ديف واي زد، حط لي اياها بالنص اكس الاين سنتر، كولر بلاك، فونت سايز حجم الخط 3 ريم، فونت فاميلي نوع الخط سميه كال كاليبري، سميه كاليبري، كلر وايت لون ال اكس الخط وايت، وايت. هلا بنعمل ستايل البادي، بادي من ديسبلاي فليكس هايت طول 100 في اتش، جاستيفاي كونتنت سنتر، الباك جراوند لون الخلفية اخضر نحط جرين، لاين ايتم سنتر، منا سيف، ازور منا مران، او ما عملنا ستايل سي اس اس لانه ما ضفنا اللينك، ما ضفنا بال HTML هون بال index.html، بدنا نضيف style CSS تبعت اللينك real style sheet href style CSS، هلا لازم ياخدها من save، لاحظ بعلي الشاشة الخضراء background هي أخضر، العبارة ديفايزد اكسوال،